هاي جايز، اليوم بدي احكي لكم على المارش فيفورتس تبعولي. اذا ما بتعرفوا شو الكونسبت تبعهم بليز احضروا فيديوهات تبعها. وهلا صرنا مارش، صرنا 6 اشهر انيفرساري. انيويز انا بحكي لكم عن كل شيء من الميك اب للفاشن للبيوتي، اكل، شرب، ميوزك، all my favorites of this month. فاذا بدكم تعرفوا شن الفيفورتس تبعولي خليكم عم تحضروا هذا الفيديو. وبليز قبل ما تكملوا ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبع لوليا وتعملوا لي فولو على انستغرام وسناب شات. لبستيك من بسام فتوح، فلور اليفر، بتجي فلفتي بلون هايفا. اللون بيجي سوبر ناتشرال، هيني حاطته هلا، كثير بحبه هاللون وبراكتيكال فور افري داي، وريحته حلوه وبيصير مات وما بيلزق وما بيشقشق. انا معوده على توب كوت تبع ساشفيت تبع النيل بولش، اللي بيجي هو شوي سميك. ساشفيت يعني معروف بالعالم بركه اسرع توب كوت، بس هلا تعرفت على ساموا كويك اند دراي جلوس اند جو توب كوت. بيجي اخف شوي من الساشفيت، ازن منه سميك مثله، بس ات درايز اولموست اس فاست، ف اتس ماي جو تو هلا. باي ذا واي بيعملوا بوتلز هلا صغار كثير مهتمين، بس هلا عرفت انه بيعملوا بيج بوتل فعندهم هيدا اللي بيجي هلا كمان. سو هلا حنحكي عن البيوتي برودكتس كمان وسكين كير. وصايرة عم بستعمل 2 كريمز هول بارت اوف ماي سكين كير روتين ديلي يوز، ماتشي سكين هاي برفورمانس كريم وكمان المات كريم من افان. سو عم بستعمل المات كريم الصبح قبل ما احط الميك اب، لانه ما كثير بحب يكون جريسي وجهي قبل ما احط ميك اب، كثير بزحط الفاونديشن. سو هيدا بينشف كثير بسرعه وكمان اتس مات. الماتشي سكين بستعمله بالليل قبل ما انام، بيجي بقلبه كثير قصص، يعني هو اول ان وان هيدا الكريم وكثير بيجمنتد از ان كثير سميك الكريم. سو بتحطه عن جد نقطه وبتمدوه على كل وجهكم ورقبتكم. صار لي تقريبا شهر هلا عم بستعمله، وفيكم تلاقوهم على صحتي كير وتشترون على الاونلاين فاير فارماسي بلاتفورم تمام. هلا ريجاردينج فاشن، بتعرفوني دائما بلبس اللي بدي احكي عنه بالفيديو، تريبل اس تبع بالنسياغا اللي مثل هيدا فيكم تشوفوا ما بعرف. اوكي كنت لبسته على ابيض، هلا قد ما حبيته وحكيتكم عنه والعالم جنين فيه وانا جنة فيه، لقيته على جراي ريد بلاك وسيلفر. وهيدا الشوز يعني بتعرفوا قد ايه بحبه، وهلا كيف بدي افرجيكم انه جبت لون ثاني. كمان شيء فاشن سيكا سوكس، هن ميد ان لبنان وعم بيعملوا ديزاين سوبر مهضومين وبيريحوا. تبعولي مكتوب عليهم قمر وهيدي بارت اوف ذا فالنتاينز اديشن، بس بيعملوا كثير موديلات مهضومين، كوفي، مستاش، فيري كيوت ستاف، وذير فيري كومفورتبل وهيك بيطلعوا مهضومين تحت سنيكرز. هو سيكا سوكس. كمان بموضوع الفاشن ما عندي هلا معي، بس هو فستان خطبتي. صراحه فستاني كثير حببته وعمل لي رامي قادي وهيدي صورته. اوكي الفستان مثل ما قلت من رامي قادي، وجربت اعمله بيرسونلايز شوي. هو كل الفستان كان كاستم بس عملته بيرسونلايز، وعلى ستراپس زدت الهاشتاج تبع انا وخطيبه تبع الخطبه والعرس اللي هي دادوز ماوس. دادو نيك نيم هو لجاد، وماوس يعني انا ذا ستايلش ماوس، كثير بدها ذكاء. هيدا دريس هو بارت اوف ماي مارش فيفورتس، لبسته بفبراير بس انه هلا عم بقول لكم انه مارش فيفورتس لانه هلا قدرت استوعب قد ايه حابه هالفستان. كان بدي اجيبه معي بس تقله 20 كيلو سو ما كثير بينحمل. هلا ريجاردينج الاكل، عاده عم فرجيكم سناكس بيكونوا عاده كراكرز او توست او شيء بحب لقمشه بنص النهار، بس اليوم بدي فرجيكم الايس بريكرز ديو. يمكن فرجيتكم اياهم قبل ما بعرف، ديد اي؟ الطيب فيهم انه بيجوا كول اند فريش بنفس الوقت، فروتي، كول از ان منتي. ريجاردينج الجولري، امي عملت لي خاتم كثير حببته، هيدا الخاتم الفوقاني. سو طلبت منها تعمل لي رينج حسب المود تبعي. سو لما على بالي يكون مرتبه قولوا ولبقوا على المحبس تبعي ببينوا الدايموندز من فوق، بس لما على بالي يكون بمود شوي فن اكثر بلفه وبيصير رينبو رينج. امي بتعمل جولري، براند تبعها اسمه ذا تويست، سو شي كاستمايز ذس فور مي وكثير بحبه. سو احلى غنية عندي هيدا الشهر هو كويشنز من كريس براون. بعرف تاخرت شوي بس كنت كثير مشغوله،
كثير حبيت هالغنية. اوكي كثير طالعه هبله. سو هول هن المارش فيفورتس تبعولي. اذا حبيتوا هيدا الفيديو واشتريتوا شيء من هول البرودكتس بليز اعملوا لي كومنت واعطوني رايكم، وبشوفكم الشهر الجاي بفيديو تبع ابريل. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبع لوليا وتعملوا لي فولو على انستغرام، وبشوفكم الفيديو الجاي. باي.